طيب يا كابتن، هاخدك من الحته دي لجزئيه مختلفه شويه. حضرتك بتتكلم على زمان والمدربين، والكابتن جوهر الله يرحمه كان ليه يعني طريقه معينه في تعامل اللعيبه. سؤال ممكن الناس تقول مش مربوط ببعض، لكن انت لعيب كبير ولعبت في السبعينات والثمانينات اوائل التسعينات. هل السوشيال ميديا بقت تعتبر نعمه ولا نقمه للعيب الكوره؟ نقمه لعيب الكوره، نقمه مش نعمه. طبعا احنا قبل كده الفتره انا كنت بلعب فيها برنامج رياضي واحد في الاسبوع، الاسبوع الرياضي يوم الجمعه. المباراه اهلي اللي طرفها اهلي او زمالك هي اللي بتتذاع بس. التصوير كان من اخر الدنيا من فوق من الاستاد، يعني ما كانش انت عارف بعض المذيعين كانوا بيلخبطوا يقول لك، يعني انا كنت جايب لهم لقطه مثلا في كره ماتش اهلي وزمالك كابتن جويني تقريبا او حاجه، مطلع كره هاني ملهاش حل. مين بقى؟ قال ضيا. برافو ضيا. طبعا ضيا فرحان طبعا، هو كتر خير الدنيا. يمكن لو هنا يجيبوها في ماتش اهلي وزمالك كانت عارف راجع بقى عشان اشوف بقى التصيد بقى والقصه دي ولا فاهم ازاي. قال لك هايله وطلعها ضياء. طب وانا ايه؟ هو معذور لان التصوير من بعيد، وهو طبعا انت فاهم ازاي. جربت الكلام ده انا كمان لما رحت لعبت في المقاولين العربي. انت لعبت في اكبر شعبيه في مصر وفي الوطن العربي النادي الاهلي، وبتلعب مع المقاولين العرب اللي ما فيش اي حد بيشجعه. أيوة. حتى يعني مش الشركات يعني من انديه مش انديه جماهيريه. انا عايز اقول لك مش حد بيشجع المقاولين الفتره اللي انا كنت فيها، وكانوا بيطلعوا الموظفين، مش تقليل من نادي المقاولين العرب طبعا، المقاولين يعني بيطلعوا الموظفين موظفين وجبه وفلوس وبتحسب لهم يوم، بيفضلوا يشجعوا في النادي. اول ما الاهلي ينزل بيشجعوا الاهلي. انت فاهم ازاي؟ فهي دي الحقيقه يعني. فكنت العب مباريات جامده جدا هاني، مثلا المقاولين والمصري مثلا، كسر الدنيا وعامل ماتش يعني وكسبانين. تاني يوم في الجرايد فاز المقاولين على المصري 1-0، احرز الهدف نصر محمد علي حكم المباراه كذا. وانت ما احباط، انت بيجي لك احباط في الحاله. طب ما تبقى السوشيال ميديا بس دي احسن. بس دي احسن. ايوه. من انك انت بقى الناس على طول بتكلمك بقى، وناس على السوشيال ميديا مش عارف ايه، الماتشات بتزحل، الماتشات بتزحل هنا عارف يعني. انا شايف بتشغل اللعيب اكتر. بس يا فندم حضرتك دلوقتي ذكرت نقطه مهمه جدا، حضرتك يعني اجزمت بان هي خلاص نقمه، يعني خلاص تمام. شيء سلبي تمام. بس لو كانت على ايام هي ممكن تكون سلاح ذو حدين. انا النهارده ممكن استخدمها جدا واتاثر بها جدا واحبط جدا، وممكن على العكس يعني بتسلط الضوء اهو على الانجازات وعلى اللخبطه اللي بتحصل. لا بالعكس، وجهه نظري انها يعني على حسب على تستخدمها ازاي شخصيه اللاعب. بالظبط كده، شخصيه اللاعب، لان شخصيه اللاعب هي اللي بتفرق. يعني ممكن جدا انا كلاعب يعني بيعجبني في الحته دي مثلا محمد صلاح. محمد صلاح خد الفترة الأولانية بعيد خالص عن السوشيال ميديا، قافل السكوت خالص، قافل الدنيا، وده شيء أفاده في جزء وقت معين. لا، بدأ يطلع على السوشيال ميديا. صحيح. احنا على أيامنا وكابتن كنت عارف لو كان في سوشيال ميديا كان هيبقى الفوكس علينا أكتر شوية، كان ممكن الكابتن محمد حشيش يبقى في حتة تانية لو في تركيز، لأن قدراتك الفنية كانت تأهلك وهيبقى في فوكس عليك. بالنسبه للعيب لا، بتفرق شخصيته. ممكن جدا اللعيب ياخد السوشيال ميديا ديت ويخش في سكه تانية خالص. تبعده بقى عن التركيز ويتبادل معاها بالظبط. يعني انا من رايي يمكن مخالف لراي حضرتك شويه. هي نعمه ونقمه في نفس الوقت. اللي هيستغل الكلام اللي ده احنا بنشوفه هاني اليومين دول يخليها نقمه بصراحه. انما لو رجعنا زي ما انت بتقول فعلا للصح، هي بتساعد يعني مين فينا مش عايز يتشهر، ومين فينا مش عايز يتصيد زي ما نقول بلغه الكوره، والناس تتكلم عليه، الناس تتكلم وتبقى صورته منتشره في الصفحات، وافتح الاقي الماتش اقدر اجيبه في اي وقت على اليوتيوب، اقدر اجيبه كذا وكذا. بس زي ما انت بتقول